احتضن الدار الثقافة محمد بوذيه بولاية بوجبوعريش حفل لتكريم الرياضيين المتالقين والحائزين على أحسن النتائج في الموسم الرياضي 2017-2018 بمشاركة 134 نادي ورياضي كان لهم الفضل في تألق الرياضة البراجية. ومن بين الفرق التي تألقت خلال الموسم المقضي النادي الرياضي لكرة الطائرة والنادي الرياضي البرجي لكرة اليد وكذا فريق أهل برج بوعريج لكرة القدم. كما تم تكريم رياضيين ورياضيات في بعض الرياضات الفردية كألعاب القوى المصارعة الملاكمة والكاراتي وذلك تقديرا لمجهودات هذه النوادي وتحفيزا لها للوصول إلى مراتب متقدمة وطنيا ودوليا. في هذا السنة الموسم الرياضي الفارط من 2017-2018 تم تكريم يعني عدة متفوقين في رياضات فردية رياضات جماعية والعدد يعني لو كان نذكر العدد تاعهم الإجمالي راح يفوق أكثر من 137 رياضي ونادي. النوادي اللي تم تكريمها اليوم هي معروفة على مستوى ولاية برج بوعريج لنادي كرة الطائرة اللي عنده تقريبا سنوات عدة هو متحصل على كأس الجمهورية 8 مرات والبطولة أكثر من 6 مرات. عندنا فريق كرة اليد اللي البرجي لكرة اليد اللي السنة وصل للنهائي وتحصل على الكأس الممتازة. عندنا كذلك رياضات أخرى وما نقدروش نديروا مناسبة كمل هذه تكريم الرياضيين ونجوزوا يعني نمر مرور الكرام على فريق أهلي برج بوعريج اللي